بعد رفضهم في وقت سابق إلغاء. حرفيو قطاع المسوخ طالبوا اليوم بتغيير شكل طابع المطابقة وفق عيار الذهب الخاص به، كما دعاوا الدولة لتنقيح مشروع القانون المنظم لقطاعهم. تنقيح القانون المنظم لقطاع المسوغ إلى جانب تغيير طابع المطابقة وين يولي كل عيار عنده شكل طابع معين، كانت هذه من أهم مطالب حرفي قطاع المسوغ إثر ندوة صحفية نظمتها اليوم الغرفة النقبية الوطنية لصانعي المسوغ والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ثم التولوبيات اللي هما شادين الميدان، فهمتوا، لا يمرروا في السلع هذه والتاجر واللي علق بدون مراقبة. هذا قال بعض حرفيين المسوغ إنه إلغاء طابع المطابقة اللي دعاله بعض التجار هو إجراء غير سليم ويفتح الباب لجلب سلع مجهولة المصدر. المشروع هذا نحبوا اللي خدمناه نحبوا يفعلوا أكثر به. لو كان هذا ريت التوخيرة اللي صارت هذه باش خلت معناها مشاحنات بين التجار والصناعية. من جهة أخرى طالب الحرفيين الدولة بتحرير الكميات الكبيرة من الذهب المحجوز في الديوانة واللي من شأنه باش يحل بعض إشكاليات أهل القطاع في التزود بالمواد الأولية. توا نطلبوا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزارة المالية وكل مسؤولين على هذا القطاع باش ياخذوا قرار في الذهب الموجود في الديوانة تدا تحرير القانونية نسبكوه وقت سابقا في 85 و86. ويذكر انه قطاع المسوغ اللي يوفر اليوم حوالي 13000 موطن شغل يعاني من اشكاليات كبيره اصبحت تهدد بقطع مورد رزق المئات من الحرفيين. اكد كاتب الدوله الاملاك الدوله والشؤون العقاريه مبروك رشيد في تصريح لقناه نسمه اليوم انه الطابق السفلي لدار التجمع المنحل باش يكون مركز ثقافي في القريب العاجل. كل ما طلب منا مبنى يستطيع أن يكون لفائدة الثقافة كلما ساعدنا على ذلك. كل تونس يمكن أن تكون مجال ثقافة، ما ناش أكثر من بلاد، ولكن كل ما طلب منا مبنى احنا مستعدين لمد يد العون لوزارة الثقافة. توا مرحلة الثورة الثقافية، تجمع الدستور الديمقراطي سابقا سيتحول في الأسفل إلى مركز ثقافي. هذا وقت